وللوقوف أكثر على سرقة القرن والمسرحية الحكومية التي نسجها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. حياكم الله أستاذ مصطفى. حياك الله وحيا مشاهديك الكرام، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني بيان لرئيس هيئة النزاهة حيدر حنون رآه البعض محاولة لإبعاد سرقة القرن عن ميليشيات مشاركة بحكومة الإطار التنسيقي، هل سيتحمل الكاظمي مسؤولية سرقة القرن منفردا برأيك؟ بدءا أن حيدر حنون المسمى رئيس لهيئة النزاهة هو أحد عناصر ميليشيات بدر الإرهابية، وهو متهم شخصيا بملفات فساد، وسبق أن عزل من وظيفته كقاضي لاتهامه من قبل مجلس القضاء الأعلى بملفات فساد إداري ومالي قبل 7 سنوات تقريبا. لكن رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني عينه في منصبه هذا رئيسا لهيئة النزاهة المزعومة، حيث لا نزاهة في العراق بوجود هذا النظام. محاولة تلبيس مصطفى الكاظمي كل تبعات صفقة القرن أو سرقة القرن عفوا، يعني حقيقة محاولة بائسة ومفضوحة، لأن كل النظام يشترك في هذه الجريمة الكبرى، وهي في الحقيقة واحدة من الجرائم الكبرى التي شهدها العراق وليست الجريمة الأكبر. هناك الكثير من الجرائم سبقت هذه الجريمة وقد ارتكبتها الميليشيات المتحكمة بالعراق حاليا، وفي مقدمتها ميليشيا حزب الدعوة التي كانت مسيطرة على الحكومة أو على السلطة لمدة 8 سنوات في عهد نوري المالكي، ثم 4 سنوات أخرى في عهد حيدر العبادي. في عهد نوري المالكي سرقت العديد من الموازنات في الدولة العراقية الحالية المقصودة، وبالتالي صفقة سرقة القرن يعني سرقة تعتبر صغيرة نسبيا قياسا للسرقات الكبرى في الموازنات للسنوات التي كان نوري المالكي يحكم فيها العراق. يعني بحسب اللجنة القانونية النيابية فإن الفاسدين محميون سياسيا ومرتبطون أيضا بأحزاب وميليشيات، برأيك ما الدور المنوط بهيئة النزاهة إذا كان البرلمان يؤكد أن الفاسدين يحظون بالحماية؟ كل المؤشرات التي شهدها أو يعرفها العراقيون منذ 20 سنة تؤكد أن أي محاولة أو أي حديث الحقيقة للقبض على فاسد إنما هو حديث لذر الرماد في العيون وليس حديثا حقيقيا ولا يجد صداه في الواقع. هناك الكثير من الفاسدين الكبار هربوا، وبعد سرقتهم لأموال تقدر بمليارات الدولارات، فيما يجري القبض على صغار الفاسدين والمفتشين. الحقيقة أن الفساد يعم كل أجهزة السلطة في العراق، إدارية كانت أو أمنية أو عسكرية أو خدمية، وبالتالي فعملية الفساد عملية منظمة ومبرمجة وليست عملية عفوية. هيئة النزاهة بكل أجهزتها إنما تحاول يعني تمرير هذه المسرحيات التي يعني تنفذ بحق العراقيين منذ 20 سنة، ومحاولة تبرير هذه الجرائم. هناك من يضرب مثلا بقرار الإفراج عن نور زهير المتهم الأول في سرقة القرن على أن شبكة الفساد ممتدة في أجهزة الدولة، يعني برأيك هل القضاء أيضا هو متواطئ في عمليات الفساد بالعراق؟ القضاء الحالي في العراق ليس متواطئا وإنما ضالعا للأسف. هناك الكثير من القضاة والمحققين العدليين هم جزء من هذه المنظومة الشاملة والمتشعبة والمتغلغلة أيضا في كل مناحي السلطات في العراق. كما قلنا القضاء يتحمل مسؤولية كبيرة بالتأكيد،
وقراره بالإفراج عن اللص نور زهير المتهم بسرقة القرن، يعني هذا دليل واضح على تواطؤه وضلوعه في الحقيقة في عمليات تغطية الفساد وتبرير وتمرير الجرائم الكبرى التي حدثت في العراق. جانب آخر أيضا هو عدم الإشارة إلى كبار السياسيين الذين هم كبار الفاسدين في الحقيقة. يعني هذه الشبكة من المصالح، أو لربما دعنا نسمي الأشياء بأسمائها، شبكة الفساد هذه تحتاج إلى منافذ مالية لتمرير وتهريب الأموال المنهوبة. أين تقف الرقابة المالية على المصارف من هذه السلسلة من شبكة الفساد برأيك؟ هذا السؤال أو هذه الحقيقة التي تضمنها هذا سؤالكم الكريم تؤكد أن شبكة الفساد ليست إجراءات أو عمليات الفساد ليست إجراءات فردية أو تصرفات فردية، وإنما هي منظومة متكاملة يقوم بها أفراد مغطون بقوى سياسية ومدعومون بميليشيات إرهابية، يغطيهم القضاء وتغطيهم أجهزة الرقابة وتسمح لهم المنافذ الحدودية بالهرب وإلى آخره. وبعض الفاسدين لديهم بنوك، أو عدد كبير من الفاسدين الكبار لديهم بنوك يمررون من خلالها جرائم الفساد والرشوة، جرائم السرقات، تبييض الأموال، تهريب العملات إلى الخارج وتحديدا إلى إيران وإلى لبنان وإلى بعض العصابات الإرهابية الأخرى في الوطن العربي. كل هذا مثلا في اليمن، كل هذا يؤكد أن عمليات الفساد عمليات واسعة، وكل ما يجري من حديث عنها عن إلقاء القبض على هذا الفاسد أو ذاك يعني عمليات خداع للشعب العراقي ومحاولة إعطاء صورة أمام العالم على أن السلطات الحالية في العراق سلطات نزيهة وتقوم بممارسة دورها في محاربة الفساد، وهذا أمر معروف مخالفته لكل الوقائع في العراق حاليا. من الطريف أن العام الماضي يعني نظموا مؤتمرا لاسترداد الأموال المنهوبة، وحقيقة كان فضيحة بكل معنى الكلمة، لأنه لم يسترد أي مال منهوب من أموال العراقيين التي زادت على 1200 مليار دولار. هذه هي فقط الأموال المنهوبة خلال السنوات الماضية. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.